هم يدركون أن الراحل لن يعود، ويعلمون جيدا أن أنصارهم يتساقطون واحدا تلو الآخر كأوراق الأشجار في الخريف. هنا يبقى متظاهرو ساحة التحرير وحيدون يبكون ما يفقده وطنهم كل يوم. هم على يقين أن الخسائر لن تعوض، وأن أرضهم باتت تلفظ كل عاشق لها، كل من يؤسس لمشروع الدولة ضد اللادولة، وتحتضن كل مارق ارتضى التبعية وألقى بالعراق في ظلمة موحشة. يندد المتظاهرون باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، ويقيمون تشييعا رمزيا له يعيد المشهد إلى أذهانهم تاريخا طويلا من حوادث الاغتيال ضد ناشطين، والتي غالبا ما تقيد ضد مجهول. ويستذكر المتظاهرون هنا مصير اللجان الحكومية المشكلة للنظر باستشهاد وإصابة واختطاف آلاف الناشطين المشاركين في تظاهرات تشرين. دكتور هشام الهاشمي الشهيد يعتبر صوت من أصوات الحرة اللي داعي بعراق موحد خالي من الشوائب، خالي من الأحزاب، خالي من الفاسدين. لذلك عملية اغتياله هي عملية اغتيالنا كليتنا، هو واحد من عندنا، وإن كان هناك ناس يختلفون معه بالرأي، لكن احنا عندنا مشتركات وياه كثيرة، هذه المشتركات تجعل منا شهيد بطل. يفتقد المواطنون هنا إلى الصوت المعتدل، يبحثون عن صوت الهاشمي. لا أمل لديهم بالدولة المدنية الخالية من التحزب. لم يسمعوا إلا بيانات تنديد وشجب واستنكار ووعود بمحاسبة مريقي الدماء، لكن الدماء تنسى والقضايا تسجل ضد مجهول. الهاشمي الله يرحمه كان صوت المعتدل، صوت الوطني، صوت الحر. دليل كان يحكي بمهنية واضحة وطنية، يكشف ملفات الفساد والرؤية السياسية الفاسدة والأحزاب والميليشيات اللي كانت تتآمر على الوطن. ها هنا نقف على أطلال العراق، نشهد حقبة زمنية سالبة لأبسط الحقوق. فمن يريد البقاء على قيد الحياة فليصمت إلى الأبد. لا مكان للمنطق ولا مكان لكلمة الحق، والتعبير عن الرأي جريمة يحاسب عليها الخارجون عن القانون. هذا اللي يريد حرية، اللي يريد وطن. الخزي والعار لكل المجرمين. تاريخ يسجل كل المواقف الوطنية.